نظمت فضائية نورسات دورة إعلامية تدريبية في كنيسة مار شربل بعمان لعدد من الشابات والشباب لغايات تأهيلهم لممارسة العمل الصحفي والتلفزيوني، حيث تلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات وتطبيقات في العمل الإعلامي المرئي والمقروء. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بيقول النص بالإنجيل: خرج وأخذ يزيع الخبر. إيمانا منها بدور الشباب في المحافظة على نزاهة وشفافية الإعلام، ولأجل غد إعلامي مسيحي مشرق، رسمت فضائية نورسات من خلال مكتبها الإقليمي في الأردن خطة بعقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات والمدارس وللعاملين في المؤسسات المختلفة لغايات تأهيلهم لأن يكونوا قادة المستقبل في المجال الإعلامي. وتجسيداً لهذا الدور الإيماني، نظم مكتبها في عمان دورة تدريبية في العمل الإعلامي المرئي والمقروء، وذلك في كنيسة مار شربل طريق المطار. حاضر فيها نخبة من الإعلاميين في الأردن ولبنان. وفي بداية الدورة التي شارك بها عدد من المتدربين الشباب والشابات، ألقى راعي الكنيسة الأب جوزيف السويد كلمة أكد فيها على أهمية الإعلام في تنمية المجتمعات وتوعية الأجيال من خلال تعزيز ثقافة التواصل والحوار بين الناس. أنتوا كتير منيح بتعرفوا أنه بعض الأشياء اللي صارت، مثلاً طفل على شط البحر يمكن عريان صوروها بإحدى المرات، عملت بوم رهيب أكتر من كل السياسيين اللي بيحكوه عند يسوع. أخوتي بتكون تفاجئوا، صلاتي إلكن اليوم هو إنكن عن جد تكونوا عشاء للكلمة، تكونوا عشاء لنقل الخبر، للكابتشر. عيونكن هني أجمل كاميرا، بس عيونكن تحب أو تنقز أو يمكن تحسوها هيك كانت مستغربة شغلة، خدوها بالكاميرا لأنه حلو العالم يشوفوها. ومن هون بدي إلكن صلوا كل عمل بتعملوه، صلوا. الأبرص طلع مش قادر يسكت عن رحمة الله وكيف إنه جسمه كان مخزق، كان كله مشلوط شلط يصير إنسان رائع. مشان هيك علمنا اليوم نهار بده السلطة الأولى، ما عادت القيادات، السلطة الأولى صارت الإعلام. وفي كلمة الافتتاح رحبت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين بالمشاركين في الدورة، وألقت محاضرة حول الأخلاقيات والضوابط المهنية في العمل الإعلامي، مشددة على أهمية التحري والدقة عند كتابة الخبر الصحفي. كما تحدثت عن أدوات التواصل الاجتماعي في ظل أخلاقيات الإعلام ودور الشباب في الاستخدام الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي. أنا بحكي عن موضوع التواصل الاجتماعي، بدكم تطلعوا على المألوف. دايماً تلاقوا الإشي اللي بيجذبك أنت كشخص. أنت هل هذا اللي كتبته واللي نقل صورته إذا أنت قريته بيجذبك؟ إذا أنت شفته على صفحة حدا تاني ممكن تعمل له لايك؟ ممكن تكتب تعليق؟ بدك تقيم حالك. فبرجع لإلك هذا الشيء احنا ما بنقدر كمدربين مثلا او مدربات او بننقله كخبره اعلاميه، ما بنقدر نعطيكم اياه. هذا حسك الداخلي وبعتمد على سكيلز والمهاره والموهبه والشغف. وبدورها وجهت الاعلاميه اللبنانيه جوزفين الغول مشاركي الدوره بضروره التزام الصحفي بالدقه والتجرد والحياديه والاستقلالية التامة عند كتابة الخبر الصحفي، وعدم التأثر بأية ضغوطات خارجية من شأنها أن تفقد مصداقيته عند الجمهور المستهدف. نحن هون إعلاميين عم ننقل خبر أول شيء بكل تجرد. CNN، BBC، كل القنوات العالمية، ما في إعلام ما أخذ صورة عن تليفون شخص. مظبوط هذا الحكي، وهيدي رح توثق هذه الصورة،
لهالرجل التاريخي أو المرأة التاريخية يلي أخذت هذه الصورة بوضع مخاطرة، لأنه الانفجار كان عم بيطلع ويكبر، أخذتها وسجلت بالتاريخ. لأن اليوم مين ما بده يعمل أي خبر عن أربعة آب، انفجار أربعة آب ببيروت، بده يستعمل هذه الصورة. عامل آخر تاني، زلزال تركيا. زلزال تركيا يلي كل العالم والقنوات كانت 24 ساعة بس على 24. في أماكن كان فيها ضحايا، وأنا بدي أخذ الحالة اللبنانية شخصيا بكل صراحة. نحن كان عنا 3 أشخاص من اللي نحن بنعرفهم وراب إلنا، وفي منهم شخص بيشتغل معي بالمواضيع الإنسانية ومن غير ديننا، بس نحن بالإعلام وبنورسات نحن بدنا نكون إنسانيين، وممنوع نحكي بالطوائف وبالأديان إذا كنا بنورسات. نحن عنا الإنسان فوق كل شيء. وشارك في المحاضرات عدد من المتحدثين، حيث تناول الأب جورج شرايحة أساسيات الإعلام الكنسي، مشيراً إلى ضرورة اعتماد الصحفي على الخبر المفرح والابتعاد عن الأخبار التي تثير البلبلة والشك لدى المؤمنين. كما تحدثت في الدورة الإعلامية اللبنانية ماريا دا سيلفا حول أدوات التواصل الاجتماعي والنشر الصحفي من خلال تجربتها في المجال الإعلامي. وتناول كل من رولا سماعين ومحمد لوشاح طريقة كتابة التقرير الصحفي وإعداد التقرير التلفزيوني، كما قدم المصور مينا سمير مجموعة من المهارات التي يحتاجها العاملون في مجال التصوير. ومن جهتها استعرضت الناشطة المؤثرة ريبيكا عودن قصصا من النجاحات في العمل الإعلامي، مستندة إلى خبرتها في التعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمحتوى وقيمته لدى مستخدميه. وأبدى المشاركون في الدورة التدريبية الإعلامية إعجابهم بمستوى الدورة ومدى استفادتهم من خبرات المحاضرين المتخصصين، على اعتبار أنه كلما زادت مهارات المتدرب كلما زادت فرص نجاحه في الحياة العملية. مشاركتي بالدورة اللي أعدتها نورسات الأردن بالتعاون مع نورسات لبنان كانت جميلة جدا. أخذت منها أساسيات الإعلام، إن كان كيف كان زمان تاريخيا للإعلام، وكيف كان الاستراتيجيات اللي بيعتمدها عنها الإعلام، وكمان تطورنا لهلأ حاليا عن السوشيال ميديا وكيف الواحد ممكن يكون تليفونه وكان هو بأي مكان يكون هو صحفي وإعلامي بأرض اللي هو ماشي عليها وبالأرض الموجودة موجود فيها. فهذا الإشي خلاني الصراحة أفتح أفاقي أكثر توجها للإعلام، ورح أستفيد كتير فيها بخبرتي بالشغل. وبشكر طبعا نورسات الأردن ممثلة بالدكتورة باسم السمعان، طبعا جهودها دائما مشكورة وموجودة بكل الكنائس بالأردن، وأكيد ممثلين نورسات لبنان. أنا أجيت على الدورة هون عشان حابة أتعلم بالتصوير، واستفدت كتير، وشكرا عن جد للي حاضرونا، كانوا كتير أعطونا معلومات مفيدة وجديدة، مثل إنه سرعة الشتر وكيف نتغير بالتصوير والأديتنج تبع الصورة. فعن جد شكرا للدورة هون إنه جينا واستفدنا وأعطونا كتير أشياء معلومات مهمة. الدورة ساعدتني في التصوير، وكمان ساعدتني كيف أكتب مقال عشان كمان مطلوب من المدرسة ساعدني فيه. السبب التحاقي بالدورة علشان أتعلم التصوير الفوتوغرافي، أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيف السوشيال ميديا بتلعب دور بحياتنا، وكيف أنا بدي أطور مهارات التصوير الفوتوغرافي، زائد كتابة الخبر وكيف نشره على مواقعنا إحنا، وكيف أستفيد أنا من ناحية أنه أنا بمدرسة وفي مجال شغلي، كيف أنا أطور مهاراتي بكتابة خبر على صفحاتنا وكيف ننشرهم. استفدت كتير منها بأشياء كثيرة، مثل التقارير كيف أكتبها، العناصر كيف أكتبها، طبعاً الحاضرين كلهم ساعدوني كيف أعمل هدول الأشياء وأتعلمها وأعطوني خبرة أكثر من خبرتهم الواسعة. وطبعاً استفدت برضو بالفوتوغراف من ناحية التصوير، من ناحية العدسات، من ناحية متى بتستعمل ريزوليوشن أكتر، ناحية متى بتستعمل ريزوليوشن أقل حسب الموقع حسب الصورة، وكيف نرتب جدولنا وتقاريرنا كاملة اللي نقدمها إذا كانت تقارير إعلامية أو صحفية. بهاي الدورة أنا تعلمت كيف أصير أكتب خبر وتقرير، وتعلمت كيف أصير أقدر أخذ صور بشكل منيح لأنزلهم على موقع الكنيسة،
وتعلمت أشياء ما كنت أعرفها الصراحة، أشياء يعني جديدة كانت علي، كتير كانت مفيدة بالنسبة لي. الحقيقة أنا كتير مسرور إني شاركت بهاي الدورة. هاي الدورة يلي زادت علينا معرفة وتحدثت عن إعلام مش كتير بالناس تتحدث عنه، هو الإعلام بالحس الروحي أو الحس الكنسي. اليوم كتير مهم إنه يكون للكنيسة صوت ولشباب الكنيسة صوت، لأنه لو يعني أكبر مؤسسة أو أكبر منظمة اشتغلت على حالها وصرفت ملايين الدولارات بس ما كان إلها وجود إعلامي فهي مؤسسة فاشلة. ونفس الشيء كمان للكنيسة لازم يكون في دور. فدائما بسأل لو كان مثلا تلاميذ موجودين بعصرنا فأكيد راح يكون إلهم وجود على السوشيال ميديا، إلهم مواقع. فكتير مهم كان مشاركتي بهاي الدورة، وكمان زادت علي معرفة أكبر بالتصوير الفوتوغرافي وبالضوابط الأساسية في كتابة الأخبار الصحفية. وفي ختام الدورة التي استمرت يومين سلمت كل من الدكتورة باسم السمعان والسيدة جوزفين الغول الشهادات للمتدربين المشاركين.